ما الذي يجمع نجوم سوريا ولبنان؟ إن شاء الله بترجم هالحكي حقيقة. أتمنى أنه يكون هاي السنة ينعرض رمضان يعني. إذا فيش هيك مساحة عبالي أعمل فيها شيء جديد رح أخذ العرض. بحب لبنان واكيد في عندك اعمال عم تحضرها. اكيد يعني طبعا كل الناس عارفه ان انا يعني عاشق لهذا البلد الجميل وعندي اعمال يعني شويه الحان لمطربين الفتره الجايه دي. يعني عندي الاستاذ رغب علامه والاستاذ محمد منير وصديقي الغالي تامر حسني وبعض الفنانين. يعني خايف يعني انسى حد ولا كده، فهو الفتره الجايه كلها متركزه في الالحان يعني. ومش بس عصام كريكا بيحب يجتمع مع اصدقائه في لبنان، فكتير من نجوم سوريا ولبنان كمان بنشوفهم في مناسبات مختلفه ومنها التجمع ده. انا استقبلتك يا هلا، انت قلت لي شو؟ انا قلت لك تجي نقسم الامار لهن غنوه. هلا غنوا كثير انبسط، كثير انبسط. بن زيد ماشي ناطرينك، جمهورك ناطر. حبايبي هودي اهلا وسهلا. ايتي بالعربي في كل مكان. ايتي بالعربي في كل مكان وكل زمان مع المحبين. وما كانش الايفنت ده فرصه للقاء الفانز بس، فكمان النجوم الحاضرين احتفلوا بصديقتهم مايا بركه. الحقيقه اليوم مناسبتين كثير يعني غاليين على قلبي، مناسبة افتتاح هذا المحل الراقي المهم جدا، وعيد ميلاد صديقتي الحلوة الطبوشة مايا بركات. في هالعمل درامي عم تقومي فيه؟ في تحضيرات جديدة؟ لا، خلصنا من فترة مسلسل ترانزيت اخراج باسل سلكة، وان شاء الله عمل حيكون جامع من كل الوطن العربي نجوم، وعمل حيكون مهم جدا. وبس تشوفوه ترانزيت لا تنسوا. وكمان جورج شرهوب عنده عمل جديد وهيتعرض على نتفليكس. العمل بيحكي عن قصة تزوير عملة ما تزوير عملة، وكان يسموه فرانكلين. أما سعد مينا الجديد فهو مشغول بتصوير مسلسل معاوية. السنة الماضية عم نشتغل فيه، لهلأ الحمد لله تقريبا أنا خلصت دوري، هيك مفروض يعني. بنتمنى أنه يكون هاي السنة ينعرض رمضان، يعني عمل متعب عليه كتير. وسعيد سرحان هنشوفه في مسلسل عربي مشترك. هلأ في مسلسل ستايل هورر راح ينبلش تصويره قريبا، هو ما بين لبناني وكويتي او خليجي خلينا نقول، ففي هذا التطعيم اللذيذ والاخراج مصري. هيدا الشغل اللي حنبلش فيه هلا قريبا. تصوير بلبنان؟ تصوير بلبنان راح يبلش بعتقد صوب 5 اكتوبر لرمضان. بعد ما استلمت ورق لهلا، ناطر لاستلم ورق، وبناء عليه اذا في شيء هيك مساحه عبالي اعمل فيها شيء جديد اقدر اعمل فيها شيء جديد راح اخذ العرض. اما وسام صباغ فطبيعي اول ما نشوفه نساله عن تحضيرات الجزء الرابع من للموت، خصوصا من بعد النجاح الكبير اللي حققه العمل ده في المواسم اللي فاتت. حكى كتير انه راح يكون في 15 حلقه جديد من للموت، وين صار هذا المشروع؟ هلا قالوا يا 10 يا 15، وين صار هلا هالشيء اكثر مع ايجل فيلمز جمال سنان، ومع اكيد الكاتبه نادين جابر والمخرج فيليب اسمر. بس تستوي الطبخه اكيد رح يكون في جزء، لان بعدهم لهلا الناس يعني بيسالوا. بس هلا تحضيرات رمضان اللي جاي شوي بتاخذ من عجقه الشركه يعني، ان شاء الله نحن موجودين وجاهزين. واخذ من وقتك كمان؟ ان شاء الله. معقول نشوفك مثلا بعمل عمل؟ عمل رمضان 24؟ والله في حكي، وانت وجهك حلو علي، وان شاء الله بترجم هالحكي حقيقه.